بعد سلسلة استقالات لعدد وزراء من امبارح لليوم وبعد فشل محاولات بذلت لدعم الحكومة، التوجه رايح لإعلان رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته بكلمة له رح يتوجه فيها للبنانيين الساعة 7:30 المساء. تساؤلات كتيرة عم تنطرح إذا صارت الاستقالة عن شو هي احتمالات السيناريوهات المقبلة. الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد اعتبر بحديث للنشرة تي في أنه مع استقالة الحكومة دخلنا مرحلة جديدة، واعتبر أنه جلسة مجلس النواب نهار الخميس اللي كانت رح تسائل الحكومة رح يكون تجاوزها الزمن، علما أنه الجلسة رح تكون كمان جلسة للتداول حول المرحلة المقبلة. واستبعد أنه تتفق القوى السياسية على المرحلة المقبلة بدون تدخل خارجي، خصوصا أنه الخلافات بين 8 و14 أدار صارت أعمق. أبو زيد شاف أنه بهذه الحالة في 3 احتمالات ممكنة. برأيي هناك 3 احتمالات. الاحتمال الأول، لأن هذا النظام وهذه الطبقة السياسية أصبحت بحالة عجز وفشل، ربما عندما يعني تصل إلى هذه المصيبة الكبرى ستضطر إلى إنتاج تسوية جديدة من أجل إنقاذ نفسها وتجديد التسويات السابقة التي كانت تحصل فيما بينها. الاحتمال الثاني هو أن تكون هذا الوضع الفوضوي المأزوم المضطرب الكذا أن يكون مدخل لتشكيل حكومة عسكرية، وهذه يتمناها البعض، يسعى إليها البعض. هناك بعض الأوساط الخارجية تفضلها، بعض الأدوات، بعض الجهات. الاحتمال الثالث، وكما كنا نشهد دائما في لبنان، كلما تتأزم الأمور وتصل هذه الطبقة الطائفية السياسية إلى أزمة تذهب إلى الفتنة الطائفية، إلى الأحداث الأمنية والاضطرابات من أجل خلط الأوراق، مما يمهد إلى عودتها في مرحلة مقبلة. والظروف الأمنية والتشنج والحقد الموجود في الشارع ممكن أن يفتح المجال لاضطرابات، لفتنة، ولو كانت محدودة. لكن دائما يبقى على الطريقة اللبنانية هناك احتمالات أخرى، ربما أن تحصل تسوية دولية وتفرض حل على المستوى اللبناني، ربما البعض يطرح فكرة المؤتمر التأسيسي كمؤتمر وطني شعبي جامع، ربما لإنتاج عقد اجتماعي جديد أو تسوية جديدة، ولكن الظروف غير مؤاتية. غموض عم يحيط بالأيام المقبلة اللي ممكن تنقلب فيها الأمور بين لحظة وأخرى، ولكن أغلب المعطيات بتشير لعنوان المرحلة الجاية وهو تدويل الحل.